إذن مشاهدينا، للإضاءة أكثر على الإنجاز غير المسبوق الذي تحقق في تصنيف الأردن الائتماني السيادي وانعكاسه أيضا على الاقتصاد الوطني، يسعدنا أن نرحب بالخبير المصرفي الدكتور فؤاد محيسن، ينضم إلينا عبر زوم. أهلا بك دكتور معنا. إذن بداية، الأردن يحقق إنجاز خلال الأربع الأشهر الماضية برفع تصنيفه الائتماني تقريبا يعني لأول مرة منذ 21 عام من قبل وكالتي ستاندردز أند بورز وموديز. نلاحظ هناك اختلاف في مستويات التصنيف، ستاندرد اند بورز رفعته من بي بلس الى بي بي ماينس، اما وكاله موديز فرفعته من بي 1 الى بي اي 3. بلغه بسيطه، ماذا تعني هذه الرموز دكتور؟ يسعد مساكي ومساء الساده المشاهدين، ويشرفني اني اكون معكم اليوم في الاقتصاديه للاجابه على هذه التساؤلات في هذا الحدث الهام اللي يؤثر ايجابيا على وضعنا الاقتصادي ويعزز من ثقة الناس والمستثمرين في الاقتصاد الأردني. بداية خلينا نعرف شو هو التصنيف الائتماني. التصنيف الائتماني هو عبارة عن مؤشر بتقوم فيه مؤسسات وشركات مالية عالمية بتقيس في مقدار وبتقيم الجدارة الائتمانية للدول، للشركات، للمؤسسات المالية لما بتيجي تعطيها نوع من أنواع التسهيلات، حتى بتقوم بتقييم الماضي الائتماني من حيث القروض والالتزامات والحسابات الخاصة للدولة والتي تمنحها المصداقية للوفاء. اليوم ستاندرد أند بورز وهي واحدة من أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم وبتلعب دور رئيسي في تقييم الجدارة الائتمانية، قامت ب يعني في هذا الحدث المهم أنه صنفت التصنيف الائتماني. التصنيف الائتماني للأردن إلى بي بي ماينس. طبعا لما ستاندرد أند بورز أعطت هذا التصنيف تعتمد طبعا على مجموعة من العوامل لتحليل قدرة الدولة أو الشركة على وفاء بديونها، زي ما فضلتي قبل شوي، مثل الأداء الاقتصادي، المالية العامة، حجم الدين والسيولة المالية، و بالدرجة الأولى عن الاستقرار السياسي بالبلد طبعا، والسياسة المالية والنقدية في البلد. نظام التصنيف الائتماني تبع ستاندرد أند بورز هو طبعا بيعتمد على مجموعة من الحروف، بتراوح طبعا من تصنيفات عالية الجودة إلى تصنيفات تشير إلى مخاطر عالية تصنيفها. ممكن تكون هي تريبل اي، هاي بتشير إلى قدرة قوية جدا على سداد الديون، وتعطى دائما لاقتصادات قوية مثل الولايات المتحدة وألمانيا. وفي دبل اي، جودة ائتمانية عالية لكنها اقل قليلا من التريبل اي، الى البي بي بلس او الى دي، وهي التصنيفات هي بيعتبروها تصنيفات غير مستقرة او تصنيفات المضاربة. نعم. ايش يعني تصنيف الأردن اليوم من قبل ستاندرد اند بورز لما يكون من فئة بي إلى بي بي ماينس؟ شو بيعني هذا الشيء؟ يعني أنه هناك بعض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في السندات أو القروض الحكومية، وبشير هذا التصنيف إلى أن الأردن قادر على سداد ديونه، لكن بيواجه أحيانا بعض التحديات اللي ترتبط في هذا الموضوع. طيب دكتور، يعني نعلم جميعا بأن هناك تحديات اقتصادية لا تواجه الأردن فحسب، إنما تواجه المنطقة جراء التوترات الإقليمية وآخرها الحرب على قطاع غزة. ما العلاقة بين ما يحدث الآن ويعني وهناك ارتفاع بالتصنيف الائتماني للأردن؟ كيف نفسر ذلك؟ يعني البعض يقول بأنه يجب أن ينخفض التصنيف الائتماني في ظل هذه الأوضاع ولكنه ارتفع، كيف يفسر ذلك؟ أشكرك على هذا السؤال. اليوم إحنا هذا بيشير إلى يعني من مؤسسة مثل موديز أو مؤسسة ستاندرد أند بورز عفوا، وقبلها بشهر 5 موديز، لما بتيجي بترفع التصنيف الائتماني في الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة للغاية اللي بتمر فيها دول المنطقة، هاي شهادة قوية من مؤسسات عالمية مرموقة على منعة الاقتصاد الوطني وقدرته في مواجهة الصدمات، بما يظهر متانة أساسة وأساسات الاقتصاد الكلي. وهي طبعا ما إجت من فراغ، هي أتت عبارة عن ثمرة للنجاحات السياسية الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة والبنك المركزي على وجه التحديد، وهو دليل قوي ومحايد من مؤسسة اقتصادية عالمية مشهود إلها على أنه
الوضع الاقتصادي للأردن وضع مستقر، وهذا دليل على نجاعة وحكمة السياسة المالية والنقدية اللي بيتبعها البنك المركزي والحكومة. سياسة الحكومة دائما هي ترمي للمحافظة على الطبقة الوسطى وتحميها من الهزات الخارجية العالمية، ونجحت إلى حد ما زي ما تفضلتي. نعم. الأزمات اللي من قبل 5 سنوات ابتداء من جائحة كورونا. نعم. مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، أسعار الطاقة والغذاء العالمية اللي ارتفعت بشكل جنوني، وأسعار التضخم اللي طبعا اجتنا احنا مستوردة من الأردن، وأيضا أسعار الفائدة اللي اجت من خارج الأردن وأثرت علينا، وانتهاء بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، ومن ثم تأثير ذلك على ارتفاع أسعار الشحن، مما يؤكد هذا التقييم اليوم في هاي الظروف اللي احنا حكينا عنها على منعة الاقتصاد الأردني وقوته وسلامته. وهذا بيأكد انه الأردن بلد آمن ومستقر وسط إقليم ملتهب. نعم، عملياً كيف من الممكن أن ينعكس رفع التصنيف على الاقتصاد الأردني تحديداً على قطاع الاستثمار، وأيضاً نتحدث عن انعكاسه على الفرد واقتصاد الفرد الأردني؟ أشكرك. يعني أول شيء، التصنيف الائتماني المرتفع للأردن هو عبارة عن رسالة إيجابية قوية وواضحة للأسواق العالمية وللمستثمرين، إنه إحنا وضعنا مستقر، بيئتنا بيئة جاذبة للاستثمار في ظل نهج اقتصادي يرتكز على مواصلة مسيرة الإصلاح، وأيضا النابعة هذه المسيرة من المبادرات والأولويات لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات 2023-33، ويأتي هذا مع نجاح الأردن في إنهاء المراجع الأولى في الإصلاح الاقتصادي والمالي مع صندوق النقد الدولي، وبما يدعم تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاقتصاد. هذا أيضا يؤدي إلى تحسن وتراجع يعني ثقة المواطنين، تعتمد على تراجع أو تقدم التصنيف الائتماني، يمكن أن يؤثر على ثقة المواطنين في الاقتصاد المحلي. إذا انخفض التصنيف الائتماني بشعر المواطن بقلق تجاه الاستقرار الاقتصادي، وممكن يبلش يحول عملته من الدينار إلى الدولار، أو يؤدي إلى هجرة الاستثمارات. والعكس، إذا التصنيف الائتماني كان جيد يشعر المواطنين بالراحة، المستثمرون يشعروا بأن استثماراتهم آمنة، وبالتالي تبدأ تدفقات العملات الأجنبية إلى الأردن. نعم دكتور، لربما قد يكون المؤشر الأكثر وضوحا الشهر الحالي هو تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ تقريبا شهر أذار عام 2022. توقعاتك لقرارات البنك الفيدرالي وأيضا البنك المركزي الأردني؟ أشكرك 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 على هذا السؤال اللي يعني نتوقعه، أنه إحنا في الأردن والعالم يرتقب وفي حالة ترقب وانتظار إلى قرار الفيدرال ريزيرف البنك المركزي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة لأول مرة، والتوقعات تشير بقوة إلى حوالي 70% أنه راح يخفض أسعار الفائدة إلى 50 نقطة. وطبعا راح البنك المركزي الأردني كالعادة يحذو حذو الفيدرال ريزيرف بتخفيض أسعار الفائدة تبعا لذلك، وهذا سينعكس إيجابيا على واقع المواطنين والناس يعني محدودي الدخل في الأردن اللي تآكلت دخولهم نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وأثرت على ارتفاع أسعار القروض السكنية على وجه التحديد، وأدت إلى يعني وضع اقتصادي صعب في خلال الفترة الماضية. نعم، أشكرك جزيل الشكر الخبير المصرفي الدكتور فؤاد محيصن، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.